أرحب بكم أعزائي الطلبة في تشابتر السادس من وذرينج هايتس، وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي. اليوم إن شاء الله راح نشرح هذا التشابتر ونفهمه لكم. هاي الملزمة أيضا موجودة، تقدر تتواصل ويانا إذا تحب تطلب هذه الملزمة. طبعا التشابتر السادس بفد شغلة مغيرة، أحداث there is change, there is a change in this novel، راح يكون أكو تغيير. احنا بالشابتر السابق ذكرنا انه هسه هاي الاحداث منو قاعد يرويها لنسي؟ هاندلي، عفوا نالي، قاعد تتحدث الى ليكويد عن الاحداث اللي صارت في وذرينج هايتس، فبدت تحكي له اللي صار و و و او هسه بدت تحكي له تقول له بعد وفاه السيد ايرنشو ضاجوا وحزنوا و و الى اخره. وهسه بالشابتر السادس يقول هنلي returns for the father. إذن هنا بدأ هنلي رجع إلى أهله، رجع هنلي إلى أهله. طبعا هسه واحد يسأل يقول لعد يعني هاي الأحداث كلها صارت شخص يرويها؟ نعم، هاي الأحداث اللي رواها إنه هو السيدة نالي، ما بين نالي وليكويد، سيد ليكويد قاعد خليله فد جقارة وقهوة ويسمع هاي القصة. زين يعني، ف اذا هنا احنا قلنا انه السيد ايرنشو توفى. بعد ما توفى السيد ايرنشو اجى هندلي، رجع لاهله. زين هندلي وين كان؟ هندلي كان بالدراسة، لانه ارسل ابوه بسبب مشاكله مع السيد هيثكليف، مع هيثكليف. الان هو مو سيد، هو هيثكليف، بعدين راح يصير سيد هيثكليف. زين، بس اكو شغله تحير او تدوق بهاي الموضوع، شنو؟ جاب زوجته اسمها فرانسيس، زوجته اللي اسمها فرانسيس جابها وياه. مني هذه؟ ما حد يعرف، they don't know. مني؟ ما ندري على قولتهم. taking a control of a farmhouse، وهاي المره اللي اجت غريبه، يعني مبين عليها مسيطره على الوضع، مسيطره. هندلي makes changes, moving Joseph and Nelly to the back kitchen and Heathcliff from receiving an education. شنو التغيير اللي صار هنا؟ طبعا هنا هندلي من اجا نيلو وجوزيف قال لهم شنو هاي؟ ماكو تقعدون بالمطبخ الخلفي، انتو بعد ما حد يقعد هنا، لانه زوجتي تريد الصالة كلها لها. زوجته من هي؟ فرانسيس. وحتى أنا قرأت النص باللغة العربية، أعطيكم الملخص، حتى أنه هي السيدة فرانسيس زوجة السيد نالي، هذه الامرأة يعني كانت يبدو عليها من مناطق ضعيفة الحال، يعني من منطقة ضعيفة الحال، ما يبدو عليها أنه هي من ملوك ومن قصور وإلى آخره، لأنه كانت تتعجب بأي شيء تشوفه، من تشوف التصرفات وتشوف الأكل وتشوف تتعجب، يعني شلون فرحانة بهذا الشيء. وهذا الشيء يدل على أنه هي ما كانت عايشة حياة وضعها تمام، يعني سواء واحد وضعه تعبان يجو طب مثلا خلينا نقول احتمال يعني بدبي، احتمال بلندن، مناطق الشرقية، يعني صافي نقول هاي شنو، شلون هيك؟ ليش؟ لأنه ما واصل هيك أشياء، يعني وضعه المادي ما سمح له هيك شيء، فيتعجب. امرأة السيد هندلي كان وضعها تعبان وتزوجها، فهي متعجبة بالأشياء، لذلك هم يقولون إنه هي ما يبدو عليها من عائلة مرموقة. هندلي also makes Heathcliff work in the fields. طبعا هناك شغلة أخرى أيضا، إنه هندلي من إجا قلل الهيثكليف أنت تعال، وكيف أنت قاعد هنا؟ تعال تعال تعال، يلا روح هناك اشتغل وياهم حالك حالهم، ولا تحكي انت خدام جوا، هيك كلمة عبارة يعني. هندلي does not pay much attention to the Heathcliff or Catherine and so they live as a savage skipping church and playing on the moss. يعني ما اهتم كلش الكاثرين والهيثكليف، اصلا هو ما مهتم باي شيء بالنسبة لهندلي، كل اهتمامه هو زوجته وأجلكم الله شرب مالته وصرفه للأموال ولعب الورق. One day
both كاثرين and Heathcliff disappear. زين بس اكو شغلة طبعا، يعني بيت السيد ايرنشوس بيت منزل جدا معروف ومحترم سيد ايرنشو. اجى هندلي هذا الشخص يعني اللي سافر ورجع، من رجع شخص متغير، رجع يشرب الخمر، ولهم عندهم الشمر شرب الخمر عادي، ولكن بدأ يعني يشرب بكثرة، بدأ يجي يلعب ورق ويجيب أصدقاء يعني ناس خلينا نقول يعني غير محترمين للبيت، ويعني يلعبون. وحتى يعني أشوف حتى أنا شفت الفيلم يعني، بس أكو شغلة أخواني ترى أني من دا أشرح لكم المادة، الله شاهد شوي في الفيلم مرتين وأقارن الناس بالإنجليزي وقارن الناس بالعربي ويلا أشرح لكم المادة، فالموضوع جدا متعب. أتمنى تشتركون بالقناة وتساعدونا برفع هاي القناة وهذه الدروس يوم بعد يوم. فنشوف إحنا إنه هاندلي هذا الشخص يعني نغير تقاليد العائلة، عائلة كانت محترمة ما يدخلها الغريب، ما يدخلها أي واحد يجي يدخل البيت إلا بشخص بسبب يعني أو معروف. فنشوف إنه هاندلي يعني تغير، يعني شوف الدليل على انه هم عائلة محترمة ما تقبل اي شيء، حتى ما رضوا بهيثكليف. يعني ايرنشو هو اللي على مسؤوليته جابه، ولكن هم ما كانوا يقبلون. فاجا هندلي غير الوضع كليته، يعني عائلة محترمة. فهنا نيلي but find that Heathcliff returned home alone. He explained زين. هنا أقول لك one day both Catherine and Heathcliff. فطبعا هنا أحد الأمسيات في أحد الأيام ذهب السيد Heathcliff أو Heathcliff خلينا نقول وكاثرين بدأوا يعني يلعبون ويضحكون ويضحك يعني تونس، لأن هو هسه حاليا كاثرين تحب Heathcliff. فكاثرين بدأت وعدته قالت له أنا أوعدك بأن ما أعفك وأبا إلى آخره. فرايحين هم أكو منطقة قريبة عليهم، فراحوا هناك يلعبون بهاي المنطقة، وأكو بيت قريب عليهم، بيت المزرعة يسمونه، مزرعة يسمونها قريبة عليهم. فكاثرين هذه and still closer to the peer into the window and makes fun of Edgar and Isabella. بدأت طبعا كاثرين وبدأت كاثرين وهيثكليف شلون يعني يضحكون ويعيبون ويقلدون على إيجر وإيزابيلا. زين ذولا منو إيجر وإيزابيلا؟ هذول عائلة لينتون. شلون احنا عندنا عائلة إيرنشو عندنا عائلة لينتون، فعائلة لينتون هي العائلة القريبة على بيت وذرينغ هايتس، هم اللي كانوا يسكنون بمنطقة بالمزرعة، مزرعة هي قريبة على منطقة أو منطقة قريبة جدا على على الوذرينغ هايتس، على منطقة الوذرينغ هايتس اللي هم يسمونهم بيت لينتون. خلينا نقول يعني احنا عندنا عائلتين، عائلة السيد إيرنشو وعائلة السيد لينتون. لينتون عنده إيدجر وعنده إيزابيلا زين، وإيرنشو عنده ثلاثة اللي هم هيثكليف اللي جابه، وكذلك كاثرين، وكذلك عندنا السيد هندلي، كذلك نيلي الخادمة هي يعني تعتبر أو عايشة مع عائلة الوذرينغ هايتس في الوذرينغ هايتس. إذن لينتون تشيلدرن. إذن إحنا ذكرنا أنه أحد الليالي هيثكليف وكاثرين راحوا يلعبون، فراحوا لقوا على هاي المنطقة بدوا يضحكون على إيدجر وإيزابيلا، يقلدون عليهم حتى بالفيلم هيش يعيبون عليهم. As Catherine and Heathcliff flat at the at Lantons, كما هم كانوا يعني هم كانوا يضحكون وهاي، فهجمت عليهم الكلاب اللي كانت موجودة في منطقة المزرعة، منطقة البيت، البيت لينتون اللي كانوا يضحكون بهذا البيت. Because of her injury, Catherine is unable to get away. طبعا هنا كاثرين انجرحت يعني، و a servant carries her into the grange. من انجرحت اخذها الخادم الى منزل السيد لينتون. طبعا السيد لينتون اخذها يمها وشافوها
تعجب وقالها تعاي تعاي مو انت مو بنت سيد ايرن شو شنو هذا وضعك شلون انت جابت هنا يعني هي كان شكلها مبهذله ومخربطه فاللي يشوفها يتعجب مع العلم هي من عائله مرموقه جدا فاللي صار انه خذوها يمهم نظفوها ورتبوها يعني يعني حتى نقول احنا السيد والسيده لينتون ار شوكت انصدموا بمظهر وسلوك السيده كاثلين زين فطبعا طردوا هيثكليف ما استقبلوا قالوا لا يعني هم ما يحترمون هيثكليف وهيثكليف بالنسبه لهم شخص غريب يعني واخذوا كاثرين حتى يعالجونها طبعا هيثكليف وير لوكينج ات ذم لوكينج ات ذم او سبايز اون ذم يعني ينظر لهم او يتجسس عليهم He sees that they treat her like they treat her as a queen. يعني هنا هيثكليف يعني دا يباوع على عائلة من النافذة شلون how they treat her شلون كانوا يعاملونها وكأنها ملكة من أم عائلة لينتون. After a visit from Mr. Linton who scolded Hindley about the manner in which he relays his sister Hindley. Threatens Heathcliff with a punishment next time so much as he talks to Catherine. طبعا هنا اللي بعد فترة رجعت يعني السيدة لينتون إلى أو عفوا رجعت السيدة كاثرين إلى منزل أهلها يعني رجعت إلى هندلي مع السيد لينتون وكان يعني حفل وكذا وكذا وترتيب وملابس حلوة وشخصيتها حلوة مرتبة نظيفة اجت ما كانت مو مثل قبل مخربطة فلينتون قال يعني تعال انت شنو وضعك عمي ما يصير اختك هيك يعني انت عايفها هيك مخربطة وكذا فقال اي صحيح بسبب هيثكليف قال هيثكليف انه ممنوع تحكي اختي يعني انت رجال غريب فهذا اللي صار بالنسبة للشابتر السادس يعني انا شوية مرات اشرح لكم طريقة هزلية احب اسوي لكم يعني احب اخلي لكم يعني بصمات حتى ما تنسونها يعني فاجيب مفردات يعني مرات يعني ضحك كذا حتى ليش حتى اذكر اربطك هاي المعلومات بعقلك مرات انت يعني من تحكي القصة عادية تنساها بس من تشوف انه اكو اشياء مفردات غريبة او احتمال يعني لهجة الكلام لهجة بها سخرية عن الاحداث ما راح تنساها فأتمنى إن شاء الله يا رب استفديتوا ويعني أي سؤال أو استفسار إحنا حاضرين كتب بالتعليقات لا تنسى تشترك بالقناة وتشارك هذه الفيديوهات لأنه أكو ناس ما تدري تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.